السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في الحدث الأسبوعي، وفيه نعرض أبرز قضايا الأسبوع وأحداث الأسبوع في الجزائر كما عودناكم. طبعا أهم القضايا التي سنعرضها اليوم هو ما تعرض له الأطباء الذين خرجوا من أجل التظاهر طلبا لاسترجاع حقوقهم التي وصفوها بأنها مشروعة. حدث ذلك في المستشفى الجامعي مصفى باشا تحديدا، عندما حاولوا الخروج في مسيرة هكذا وصفوها بأنها مسيرة سلمية، تعبيرا عن احتجاجهم على تماطل السلطات وعدم استجابتها لمطالبهم. كما انتهى إلى علمكم مشاهدينا الشرطة حالة دون خروج الأطباء الغاضبين، ولم تكتفي بهذا بل استعملت العنف الذي وصف بالمفرط لأنه خلف دماء سالت من رؤوس أطباء ووجوههم. ما جرى مشاهدينا أسئلة كثيرة من الحبر في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، مما حمل أو ترك سمعة الحكومة والقوى العمومية خصوصا في درجات الحضيض هكذا وصفت. من قضايا الأسبوع أيضا لقاء جمال ولد عباس بمن يوصفون في الجزائر برجال المال والأعمال. اللقاء عد من قبل الكثيرين بأنه نشاط موازي لحكومة أويحيا ولا يصب إلا في إطار التنافس بين حزبي السلطة. الأزمة المالية تشدد الخناق على الجزائريين بدخول قانون المالية المثير للجدل حيز التنفيذ. أسعار ملتهبة، تدهور لقيمة الدينار مقابل العملات الأخرى، وضعف للقدرة الشرائية، ندرة لبعض السلع والمواد المطلوبة يوميا، في مقابل منع استيراد حوالي 1000 مادة من الخارج. لكن مع هذا كله الوزير السابق شكيب خليل يشكك في إجراءات أحمد يحيى ويصفها بالفاشلة والتي لا تزيد حسبه الجزائر إلا غرقا. في غضون هذا مشاهدينا الكرام، في غضون هذه الظروف الصعبة، بدأت تظهر أصوات يمينا ويسارا تنادي بتمديد عهدات الرئيس وإطالة فترة حكمه، رغم ما وقف عليه الجميع في الداخل والخارج بأن الرئيس مريض بل عاجز عن أداء مهامه الدستورية. مآزر بيضاء مخضبة بالدماء، أطباء هشمت الهروات الأمنية رؤوسهم ووجوههم وكسرت أذرعهم. هذه بعض من صور ومشاهد صادمة تناقلتها وسائل إعلام جزائرية وأجنبية على نطاق واسع، واعتبر كثيرون أنها لا تليق إلا بنظام استبدادي. أحدثت صور الأطباء والجراحين الجزائريين وهم ينزفون دما على مآزرهم البيضاء أحدثت موجة تضامن واسعة معهم بعد ضربهم من طرف الشرطة الجزائرية لمنعهم من الخروج من مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة في مظاهرة سلمية باتجاه البرلمان. صور ومشاهد صادمة غزت مواقع التواصل الاجتماعي إثر القمع العنيف لاحتجاجات الأطباء في الجزائر. بقدر العنف المسلط من قبل قوات الأمن كان التنديد شديدا من نقابات الصحة، من جمعيات المجتمع المدني ومدونين ونشطاء ومواطنين. النظام بات يصدر صور البؤس بعدما أفلس جراء سنوات من الفساد، هكذا علق أحد المدونين معتبرا أن القمع البوليسي استهدف الأطباء في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة لأنهم طالبوا بحقوقهم المهنية والاجتماعية. فماذا لو خرجت إلى الساحات والميادين مظاهرات تطالب بمحاسبة رموز النظام عن الفساد وعن الحالة المزرية التي وصلت إليها البلاد؟ هل سيسحق المتظاهرون تحت المدرعات والدبابات؟ في تدوينة أخرى اعتبر أحد النشطاء أن ضرب الأطباء هو اغتيال رمزي لصورة وسمعة الطبيب الذي يعرف في الجزائر بالحكيم، وكتب على صفحته: هذا ما يعرف بالعنف الرمزي، العنف المسلط على قيم عالية، الطبيب قيمة عالية في المخيال الإنساني والعنف مدان ومرفوض. وصمة عار أخرى تلحق النظام، هكذا علقت صحف كثيرة كاشفة عن تناقض صارخ بين ما هو مكفول دستوريا من حق التظاهر والاحتجاج وحرية التعبير وبين الممارسات الأمنية القمعية على أرض الواقع. الكيل بمكيالين، توصيف آخر لتعامل السلطة مع احتجاجات الأطباء. مدونون كثيرون أعادوا نشر فيديوهات أول احتجاجات للشرطة في الجزائر، جاب هؤلاء شوارع العاصمة طولا وعرضا دون أن يعترضهم أحد حتى وصلوا إلى بوابات رئاسة الجمهورية. ووقوفه التام إلى جانب اللواء رشيد بوجدرة. أما قمة الإزدواجية في تعامل السلطة مع المظاهرات فتظهر هنا من خلال هذه المشاهد.
السعيد بوتفليقة الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي في قصر المرادية ينزل هنا إلى الشارع ليس للقمع المظاهرات بل للتضامن مع وقفة احتجاجية مع الروائي رشيد بوجدرة. القمع الأمني لاحتجاجات الأساتذة والأطباء وطلبة الجامعات مشهد يتكرر ويتفاقم مع الأزمة المالية وعدم قدرة الحكومة على حل المشاكل المتراكمة، ما يوحي بحسب مراقبين أن السلطة لم توصل البلاد إلى حافة الإفلاس المالي فحسب، بل أدخلتها في إفلاس سياسي أيضا، بدليل أن البرلمان مطيع وصامت بل ومتواطئ معها كما يرى كثيرون، أما بقية أحزاب المعارضة فلم يعد لها أي دور يذكر بعدما حطمتها السلطة وأنهكتها الصراعات الداخلية والبينية، وأصبحت هي الأخرى عرضة للقمع الأمني والإذلال السلطوي. فإلى أين سينتهي مستقبل الجزائر في ظل هذا المشهد الذي يوصف بالبائس؟ أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيوفي الذين سيصطحبونني خلال هذه الساعة لإثراء النقاش حول محاور وقضايا الأسبوع، ومنهم الأستاذ حسين جيدل معي هنا في الاستوديو، أستاذ حسين جيدل المحلل السياسي والمختص في علم الأنثروبولوجيا. أستاذ حسين، سابقة خطيرة هزت الرأي العام في الجزائر وحتى في الخارج، هناك مواقع إلكترونية، قنوات فضائية، تلفزية تكلمت عن هذه الصور واستقرأتها، خاصة هذه الدماء، صور هذه الدماء التي تسيل من رؤوس وأوجه الأطباء الجزائريين. كيف يمكن أن نعلق على هذه الحادثة؟ سي عثمان شكرا على الاستضافة. شكرا. أظن أن ما يحظى به الطبيب من احترام في أي مجتمع له لعب دور كبير في إعطاء هذا القمع صورة مسيئة جدا للجزائر، ويجذب هذا التعاطف الكبير، لأن النظام قد سبق له أن تعامل مع متظاهرين آخرين كالبطالين كالمناضلين في الجنوب وخاصة في غردايا في السنوات الماضية بأقبع، بصور قمع أكبر من هذه، ولكن لم يكن التعاطف مثل هذا، وهذا في رأيي يرجع إلى ما يحظى به الطبيب من احترام. إذن السلطة اليوم تثبت بأنها هي من يقرر الخطاب السياسي، هي من يبني المشهد السياسي، ولا تقبل بأن تكون هذه المسيرات أو الوقفة أو المظاهرات في العاصمة، وخاصة من الأطباء الذين يحظون باحترام كبير في المجتمع، لأن النظام الهش الذي يعيش صراعات كبيرة، يعيش فشلا ذريعا وفسادا كبيرا، يخشى من هذه المظاهرات وخاصة في العاصمة، لأن العاصمة في أي دولة في العالم إذا انطلقت منها أحداث لا يمكن التكهن بمآلاتها، فالنظام إذن لن يسمح بأي شكل من أشكال المظاهرات أو التعابير السلمية للمواطنين الجزائريين مهما كان، لأنه يخشى من هذه المآلات، وخاصة ونحن على أبواب العهد الخامسة والتحذير للعهد الخامسة وما يحدث في أجنحة النظام من صراع حول هذا الموضوع. طيب، مسؤول الشرطة في الجزائر العاصمة أستاذ حسين دون ما أن يعتذر لما حدث للأطباء من قبل القوى العمومية التي هو مسؤول عنها، قال هؤلاء كأنهم تجاوزوا القانون والجزائر العاصمة خط أحمر، وهم يعرفون بأن القانون يمنع التظاهر أو الاعتصام أو الخروج في مسيرات. طبعا هذا أنت مسؤول الشرطة، هل الشرطة الآن الجزائرية وخاصة منذ مجيء بوتفليقة هل هي شرطة في خدمة المواطن؟ لا، تحولت الشرطة عبر هذه السنوات الماضية إلى آلة قمعية. الشرطة التي تقبل أو الشرطي الذي يقبل بأن يضرب الطبيب بهذه الطريقة، الذي غدا سيعالج ابنه وزوجته وأمه وأباه وينفذ أوامر بهذا الشكل، هذا علامة استفهام. فهذا الشرطي الذي يقول، وهذا مسؤول الشرطة على العاصمة الذي يقول هذا الكلام، هذا كلام مردود عليه. أنت آلة قمعية تعطى لك الأوامر فتنفذ الأوامر، أنت لا تتكلم من كونك مؤسسة وطنية في خدمة المواطنين، أنت المفروض تكون في خدمة المواطنين وأن تعمل على تطبيق القانون في جميع الجهات، لأن رأينا كما رأينا الآن لماذا سمح بمسيرة رشيد بوجدة، شخص
فقط واحد. لماذا سمح بمسيرة أخرى بينما لم يسمح بهذه المسيرة ومسيرة أخرى؟ لماذا؟ لأنها هذه المسيرات رخصت من طرف النظام، والدليل أن الشقيق الرئيس كان موجود ليتظاهر وليظهر دعمه لزميله الذي كان أو يعرفه عندما كان طالبا في الجامعة. إذن مكيالان ووزنان مختلفان. إذن المواطن هنا غير موجود والمواطنة غير موجودة، وعندما نتكلم عن قانون كيف يمكن أن نتكلم عن قانون مثل هذا بينما الدستور يكفل الحريات؟ أقوى يعني أعلى نص قانوني في البلاد هو الدستور، فكيف يمكن لشرطي أن يأتي ويقول أنا لا أطبق الدستور وأطبقه عندما يقال لي طبقه؟ فإذا أنا الشيء الذي أثار انتباهي في هذه المسألة هو أنه الأطباء الآن حظوا لهم حظوة ولهم تعاطف، لماذا لا نذهب إلى تكبيل هذا النظام وإلى أمام الرأي الوطني والرأي الدولي بحيث نلجأ إلى القضاء، نلجأ إلى القضاء، نقول القضاء الذين ضربوا الذين أهينوا هؤلاء يقومون بتأسس كطرف مدني وقيام رفع دعوة، لأن تحريك الدعوة العمومية لن يكون. هو من المفروض عندما يكون هناك انتهاك لحقوق الناس وكيل الجمهورية يقوم بتحريك الدعوة العمومية، لكن لن يفعل هذا وكيل الجمهورية ولا يقوم. طيب لوح وزير العدل كنت أقرأ عن تصريحه صباح اليوم قال ليس هنالك دعوة مرفوعة ضد جهاز الشرطة، ولو كانت هنالك دعوة كنا أول من سيفتح تحقيق حول المسألة. إذا طيب لوح بهذا التصريح يرجع اللوم على الشرطة، ونعم إذا الفرض الدور الآن الأطباء أن يتأسسوا كطرف مدني أمام قاضي التحقيق، ولا يجوز لقاضي التحقيق كما هو في القانون إلا إن يفتح تحقيقا أو أن ينفي انتفاء وجه الدعوة أو سير الدعوة، في كلتا الحالتين لا يمكنه أن يقوم بهذا إلا بعد فتح التحقيق. فإذا فتح تحقيق ورفضت دعوة هؤلاء فيمكن لهؤلاء الأطباء أن يرفعوا هذه القضية أمام المحاكم الدولية. أمام المحاكم الدولية لماذا؟ لأننا ضربنا وأهنا ومنعنا من حقوقنا وعدالة وطننا أو بلادنا تمنعنا من ذلك. فأظن أن هذه العملية لها قيمة كبيرة جدا لأنها تحرج النظام سياسيا، ولكن أيضا تفتح أبواب للضغط على هذا النظام. طيب بنضم الآن إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ جمال بن يوب القيادي في التجمع لأجل الثقافة والديمقراطية من الجزائر عبر الهاتف. أستاذ جمال، حزبكم ندد بما حدث للأطباء وأدرج ذلك في الاعتداء على الحريات الأساسية التي كفلها الدستور، ضعنا في صورة ما تناوله حزبكم جراء هذه الحادثة. أحييك أخي عثمان وأحيي جميع ضيوفك وجميع مشاهدي قناة المغاربية. فعلا أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ندد بالتصرفات الغير المسؤولة وتصرفات نحن نعتبرها مخالفة للقانون على الأطباء، ولكن ليست هي المرة الأولى التي تتصرف هذه السلطة القائمة مثل هذه التصرفات، أين سبق لها أن قامت بالاعتداء على المحامين على جميع فئات المجتمع. ونحن شيء يعني الخطير في مثل هذه التصرفات عندما نسمع المسؤولين لا سيما سواء وزير الصحة الذي لم يتحرك للدفاع عن يعني أصحاب المهنة والأطباء، وإن دل على شيء يدل على أن النظام القائم نظام فاقد للشرعية، لأن تصرفاته باستعمال القمع للقضاء على الحريات سواء الحريات فردية أو حريات جماعية أو نقابية دليل على أن هذه السلطة تتخبط، وهناك صراعات قائمة في أعلى هرم في السلطة. طيب أستاذ جمال، الوزير مع ذكرك للوزير وزير الصحة، وهناك كثيرون من لاموه بخصوص عدم الاعتذار لزملائه في المهنة الأطباء، لكنه مباشرة قال هذه المطالب سندرسها ولكن في إطار القانون. يفهم من هذا بأنه ما طالب لحد الساعة لا يستجاب له؟ نعم، عن أي قانون يتكلم؟ عن أي قانون يتكلم وزير الصحة؟ والكل يعلم بأن هذا الوزير لا يعلم أصلا ما يحدث
ما يوجد داخل قطاعه. والكل يعلم الآن أن هناك ندر في الأدوية، خاصة من يعانون من داء السرطان، فإن هذه الأدوية غير موجودة في مستشفياتنا، هناك انعدام المعدات الطبية. وخير دليل إن كان يعني الأطباء عندما خرجوا يعني مطالب مهنية محضة، ولكن رد فعل أو رد هذا الوزير نحن نقول بأنه هو تهرب من مسؤوليته. طيب يبقى معنا أستاذ جمال، يبقى معنا سأعود إليك أستاذ حسين. هذه فرصة وجدها كثيرون في الجزائر لفتح الأقواس على القطاع الصحي، قالوا بأن القطاع الصحي مريض في الجزائر، وهذه صورة مصغرة لما يحدث هنالك في الجزائر العميقة خصوصا، وهذه كذلك فرصة أخرى لهؤلاء الأطباء ليفروا من بلادهم لينضموا للآلاف من الأطباء الذين يشتغلون في فرنسا وكندا خصوصا. لماذا يبقى هذا الطبيب هذا المختص في بلده وهو يهام بهذه الطريقة بل تسال دمه؟ هذا صحيح، هذا صحيح جيد، ولكن سي عثمان لابد أن نضع أيضا هذه المشكلة في سياق العام. الجزائر مريضة ليس فقط قطاع الصحة، الجزائر كلها تعاني من الفساد، كلها تعاني من القهر، كلها تعاني من الاختلالات. لابد أن نذكر الإخوة الأطباء بأننا منذ سنوات عندما كنا ننادي بالتغيير السلمي ونقول لابد أن نساند البطالين ولابد أن نساند المناضلين والحقوقيين ونساند كل من ينادي بتغيير سلمي حقيقي لهذا النظام، لم نجد الأطباء يشاركون في أي مظاهرة. للأسف كانوا كأنهم جزء منعزل عن بقية الشعب. الآن جاء دور وكنا نحذرهم بأنهم إن سكتتم اليوم عما يحدث للآخرين سيأتيكم يوم تهانون فيه. جاء اليوم الذي أهينوا فيه وضربوا فيه، وسيأتي دور جميع القطاعات. لماذا؟ لأن النظام لا يفرق بين مواطن ومواطن، كل من نادى بحقه بطريقة سلمية سيتعرض له النظام بهذه الطريقة القذرة. طيب ما رأيك في قول بعضهم أنه إحنا مطالبنا اجتماعية نقابية بخصوص أجورنا تحسين ظروفنا المعيشية لا علاقة لنا بتسييسها، رجاء أبعدوا السياسة عنا؟ في نعم بعض منهم نعم يقول نعم هذه الحق، هذا ما كان يقوله الأطباء اليوم. فلماذا ينادي إذن الأطباء اليوم؟ ينادون بمسيرة ويطلبون من المجتمع كامل ومن جميع المواطنين أن ينضموا وأن يؤيدوا مسيرتهم. أنا لست طبيبا فلماذا أؤيدك؟ أنا معلم والآخر عامل في مصنع. إذن هذا هو الخطأ عندما تعتبر أن المطالب اجتماعية وليست سياسية. عندما أنت لك مطالب ولا النظام الذي يحكمك ليس نظاما ديمقراطيا ولا يعترف بالحقوق لا السياسية ولا الاجتماعية ولا غيرها، تبقى المعركة سياسية. المعركة أولا وقبل كل شيء هي معركة سياسية. إذا لم نستطع تغيير النظام سلميا وأن يكون نظاما نظام الحقوق ونظام العدالة ونظام الحريات ونظام القانون ونظام المواطنة، لن يحل مشكلك ولن يحل مشكل مشاكل الآخرين، لن تحل هذه المشاكل. إذن لابد من أن نخرج من معركة المطالب الاجتماعية ونرى أن الشرطي الذي تصرف معك تصرف بأوامر سياسية، جاءه أمر سياسي أضرب، وسمعنا من يقول أضربوا للرأس، فهمني؟ إذن هناك أوامر واضحة بأنهم لابد من أن يقمع هؤلاء المتظاهرون مهما كلف الأمر. إذن القضية سيدي هي قضية سياسية، فإما أن يعي هؤلاء الأطباء وكل مواطني الجزائريين بأن المعركة سياسية ولابد من الاتحاد والعمل من أجل تغيير هذا النظام سلميا وبطريقة جذرية، وإما سيكون الدور على كل قطاع من قطاعات الجزائر كل مرة. طيب بعود لك أستاذ جمال بن يوب القيادي في التجمع لجنة الثقافة والديمقراطية الـRCD، ما رأيك ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ حسين جيد يقول أنه المسألة أكبر من أن تكون مطالب معيشية مطالب اقتصادية اجتماعية نقابية، بل المطالب سياسية، فالأزمة أزمة سياسية بالدرجة الأولى، لابد من تضامن النقابات، لابد من تضامن الأحزاب النخبة على المستوى الوطن ككل لاستعادة ما ضاع منه، فهذه مطالب شرعية. نعم، وأشاطر الرأي ما تفضل به الأستاذ الفاضل، لأن المشكلة الأساسية في الجزائر هي مشكلة سياسية، هي مشكلة شرعية، لأن الآن عندما نشاهد جميع فئات المجتمع جميع فئات تعاني من نفس المشاكل، لذا نقول
فعلا أن المشكل يكمن في إيجاد حل سياسي، لأن عندما نقول ونحن نقول بأن هذه السلطة القائمة سلطة فاقدة للشرعية، وخير دليل على ذلك هو وجود الصراع في أعلى أو في أعلى هرم هذه السلطة، وخير دليل على ذلك هو الاجتماع الأخير للثلاثية أين رأينا الفطرمة، وكذلك من يدعي أنه يمثل العمال الجزائريين أو الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالوزير الأول. وبعد أيام رأينا وشاهدنا عبر الشاشة التلفزيون رئيس حزب سياسي يدعي أنه هو الدولة، أي نعم. وهذا مخالف للدستور ومخالف كذلك لقانون الذي ينظم الأحزاب السياسية، وهذا خرق صارح للقانون، وهذا طيب. إن دل على شيء يدل على أن هناك أزمة حقيقية، وأن هذه السلطة القائمة تحاول كسب الوقت حتى سنة 2019، ونحن في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نحذر من أن تكون سنة 2018 سنة بيضاء، وهذه السنة وإن كان كذلك سوف تكون هناك نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى كل المؤسسات طيب. الدولة. ابقى معنا أستاذ جمال بن يوب. أستاذ حسين، ما رأيك في بعض من يدورون في فلك السلطة يقولون هؤلاء يطالبون بمطالب ربما تكون شرعية صحيح، لكنهم في الوقت بدل الضائع، في وقت حرج جدا تعيشه البلاد، الأزمة المالية خانقة، وعليهم أن يؤجلوا هذه المطالب بحجة أن البلاد الآن ليس لديها ما يكفي لسد رمق هؤلاء، لسد هذه المطالب أجور وزيادات وما إلى ذلك. لكن هناك في الطرف الثاني يسأل أين ذهبت إذن هذه المليارات، مليارات الجزائر؟ كيف نرد على هؤلاء؟ ولن هذه تعيلات النظام. هؤلاء الأطباء عندما خرجوا يريدون فقط من السلطة الوصية أن تستمع إلى مطالبهم، وأن يكون هناك حوار يطرح من خلاله الأطباء مطالبهم بوضوح. هذا القطاع لا يمكنه أن يعمل بدون هؤلاء، فالسلطة لم تستجب لهذا، مجرد لقاء وبسط وطرح المشاكل المطروحة، لا نريد منكم هذا. فلا يمكننا يا سيدي، هناك مشاكل كثيرة في الجزائر ليست فقط مردها إلى شح الموارد، هناك سلطوية، هناك نظام سلطوي لا يقبل أي نقاش أو لا يقبل أي مناقشة من أي جهة كانت، وهذا هو مشكل الجزائر. المشكل في الجزائر أن المواطن مغيب، لا توجد، أنت لست مواطنا، فلا يحق لك إذن أن تسألني أو أن تسائلني أو أن تطلب مني أن أجلس معك إلى طاولة واحدة ونتناقش. من أنت؟ أنا الذي يملك كل وسائل القمع، أنا هو مثل ما قال جمال ود عباس، أنا الدولة. هذه الفرعونية السياسية الجديدة هي التي تؤزم الأمور. لو كان هناك دولة مسؤولة وحكومات مسؤولة وسلطة مسؤولة كانت هذه السلطة تستجيب للمطالب. أول شيء تعالوا نتكلم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سننزع فتيل كثير من التوترات، وسنطرح القضايا الممكن حلها الآن، وكثير منها يمكن حلها، والقضايا التي تحتاج إلى تأجيل تؤجل ولكن يتفق عليها. لكن هذه السلطة لا تريد سماع صوت آخر، لا تريد أن يقول المواطن نحن هنا، نحن مواطنون، ولنا من حقنا أن نسأل، ومن حقنا أن نسائلكم وأن نطلب منكم أن تستمعوا إلى مطالبنا. هذا هو الإشكال. طيب جمال بن يوب، ما رأيك في هذا الرد؟ هناك من ذهب بعيد قال هذا لديه أبعاد، ولا تصرف جهاز الأمن بهذه الطريقة لديه أبعاد ودلالات، رسالة واضحة من السلطة، ليس لديه ما يسكت هذه الأفواه، ليس لديه ما يعيد هؤلاء إلى قطاعاتهم، ليس هنالك ما يشترى به الريع الآن، السلم المدني الآن، ولذلك لا تنتظر من الدولة أنها تستجيب لمطالب هؤلاء المحتجين في شتى القطاعات وليس فقط في القطاع الصحي. كيف ترى الأمور ونحن الآن في الأسبوع الأول من العام الجديد عام 2018 والدولة تعاني من أزمة مالية خانقة؟ نعم، هذا لا يخفي عن أحد بأن لجوء أولا الحكومة إلى إصدار
النقود لا بلونشابيي، هذا يعني يؤكد على ما قلناه سابقا بان هذه السلطه فاشله. اما الان فيما يخص يعني سؤالكم، حقيقه فان ما قبل عندما كانت المحبوحه الماليه الدوله او السلطه القائمه تشتري السلم الاجتماعي باستعمال المال العام، ولكن الان بعد ظهور وبعد ونحن في ازمه حقيقيه، ازمه حقيقيه لا سيما ان الوزير الاول اكد بان الدوله في حاله افلاس، لا يوجد هناك مال، لا يمكن الان للدوله ان تلبي احتياجات المجتمع، لان هذه الدوله او هذه السلطه بنت كل سياستها عن سياسه الريع، يعني عن الطاقه. الان رد فعل او استعمال القوه ضد الاطباء هو رد صريح من السلطه على اننا نعيش في نظام بوليسي، والنظام البوليسي هو يعني نظام تستعمله الانظمه المستبده. اي هي رساله للمجتمع الجزائري تحاول الان باستعمال بأنها لديها الشرطة للتخويف الشعب من الخروج ومن المظاهرة، وهذا هو الوجه الحقيقي لهذه السلطة. طيب يقع معنا أستاذ جمال، نمضي الآن مشاهدينا الكرام إلى المحور الثاني في النقاش، وهو لقاء جمال ولد عباس الأمين العام جبهة التحرير الوطني مع من سموا في الجزائر برجال المال والأعمال. اللقاء أثار كثيرا من الجدل وأسال كثيرا من العبر أيضا في وسائل الإعلام الجزائرية والدولية، ولما لا، ما علاقة حزب التحرير الوطني بمثل هذه النشاطات التي وصفت بأنها نشاطات موازية لعمل الحكومة والتشويش حتى على نشاط أحمد ويحيى رئيس الحكومة؟ انضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ علي بن واري وزير الخزانة السابق، ورحب بك أستاذ علي، أريد رأيك في هذا اللقاء، ما رأيك في هذا اللقاء اللي أجراه ولد عباس بعد أن تم اللقاء الأول بين الحكومة والباترونة هكذا يسمونها في الجزائر؟ أتى ولد عباس ليقوم بتنظيم لقاء آخر مع هؤلاء رجال المال والأعمال ويخوض في الحديث عن الخوصصة للمؤسسة العمومية؟ نعم، أنا في رأيي هذا نتيجة التناقضات اللي موجودة على قيمة السلطة، ولكن تناقضات يعني مخفية نوعا ما، لكن فوق كل الأحزاب والمؤسسات اللي تظهر كمؤسسات هي سلطة واحدة اللي تتكون دائما مزيج يعني كومبينيزون ما بين كل المصالح اللي يمكن تكون مضادة بعضها بعض. لكن بصفة عامة فيه قطاع خاص من طبع من نوع أوليغارشي يخدم النظام، ويعني ما فيه انسجام كبير في يعني فيه أطراف عديدة داخل هذا الباترونات. فوقهم فيه السلطة، يعني هذا الأطراف أو هذا الشركات الأوليغارشية هي موالية للنظام، فلهذا يمكن يظهر من وقت إلى آخر تناقضات شكلية تتمثل مثلا في تصريحات ولد عباس أو يحيى، ولكن هو نظام واحد، يعني ما لازمش نطيحوا في الفخة تاعهم، هما عارفين وين رايحين. يعني نقدر نقول أنه الآن إحنا في حالة تسيير أزمة شديدة، يعني أزمة كبيرة، هي الأزمة هذه اللي خلتهم يلجؤوا للقانون المالية هذا 2018 والإجراءات كلها اللي تهدف إلى تقشف كبير واللي رايح يزيد في الخطورة، تقشف وفي نفس الوقت ريسيسيون يعني ركود اقتصادي. فهم يحاولوا الآن كيف يسيروا الأمر أو الوضع حتى ما الشعب ما يجيب خبر أنه فيه النظام فيه عنده مهمة واحدة أو مصلحة واحدة هو في البقاء على الحكم، وكيف يفوتوا هذه الأزمة
ويحملوا الشعب قساوة هذا الأزمة. طيب يعني سي بنواري ناتي إلى الحديث عن الخوصصة. في الأول سمعنا أحمد ويحيى يتكلم عن الخوصصة دون ما أن يحدد بالضبط ما هي هذه المؤسسات اللي يراد خوصصتها. بعدين لما عرف الشارع الجزائري رافض لخوصصة المؤسسات العمومية اللي تابعة للقطاع العام معروفة كشركة الخطوط الجوية سوناتراك وغيرها، جاء ولد عباس قال ربما الحديث عن مؤسسات صغيرة فقط ليس المؤسسات العمومية المعروفة. ما رأيك في هذه الخوصصة التي يتحدث عنها ويحيى ولد عباس؟ أنا كانت هذه الإشكالية الخوصصة هي اللي في ذهني لما تحكيت على المزيج في وسط السلطة، هذه الكومبينيزون هذه يعني يحبوا يغطيوا السمش بالغربال، لكن هي الواقع مر، والخوصصة هذه موجودة يعني مبرمجة منذ سنتين في قانون المالية، ولكن ما حبوش يتحملوا مسؤولية يعني تصريح، ما حبوش يصرحوا بها بصفة واضحة، لكن هي جوهر البرنامج الاقتصادي الحالي هو خوصصة الشركات العمومية. وحتى جابوا لنا هذا الاسم أو المفهوم البارتناريا بوبليك بريفي، حبوا يغنفونا به، لأن هذا البارتناريا بريفي بوبليك اللي هو موجود في سويسرا وفي فرنسا وفي كل البلدان النامية عنده مفهوم واضح، مش المفهوم اللي حبوا يعطيه الشكل اللي حبوا يعطيه. وما هذا البارتناريا بوبليك بريفي ما هو إلا خوصصة الشركات العمومية بفضل دخول القطاع الأوليغارشي الباترونا في الشركات العمومية الكبرى، يعني منها البنوك، منها الشركات اللي هي كانت معتبرة شركات استراتيجية، ولكن الفيروس سطع راح ما بقاش. اليوم حبوا يغطيوا يعني بأساليب جديدة، حبوا جابوا أساليب جديدة، ولكن هي واضحة، سياسة واضحة، ومن مستوحات الفون مونيتير انترناسيونال. ما لازمش نغلطوا، لازم الشعب الجزائري يعرف أن وراء الحكومة هما مستشارين الصندوق النقد الدولي. يعني هذا كل ما هو جاري، كل ما هو مبرمج الآن موجود في التقارير الاستشارية بين قوسين لصندوق النقد الدولي للجزائر موجهه للحكومة الجزائرية. هذه القضية إشكالية الخوصصة مطروحة، مثل إذا مثلا أخذنا هذا تحديد قوانين مالية لمدة 6 سنوات أو أكثر، هذه الأسامي هو اللي جابها. خليك معنا سي بنواري. الأرقام. نعم خليك معنا سيد علي بنواري، سأعود إليك أستاذ علي بنواري. أستاذ حسين ما رأيك؟ هل هو فعلا لقاء موازي مثل ما وصف في الجزائر بأنه لقاء نشاط موازي للحكومة؟ كيف هذا؟ أحمد وحارس حكومة يلتقي برجال المال والأعمال وكذا، يجي ولد عباس أيضا اللي هو أمين عام جبهة التحرير الوطني ما عندوش منصب في الحكومة، يزيد يجتمع هؤلاء الناس ويخوض في الحديث عن الخوصصة وما ذلك. منذ متى كانت المؤسسات تعمل وفق المعايير الدولية أو المعايير الدستورية؟ يمكن أن يلتقي ولد عباس، يمكن أن يلتقي حزب لا علاقة له، يعني ما عنده حتى دور، يعني ليس غريبا هذا، ليس غريبا. بقدر قربك من أصحاب الأجنحة المكونة السلطة يكون لك دور ودور فاعل وصوت مسموع. جمال ولد عباس يمثل الرجل الثانية للنظام، يعني جبهة التحرير وكاين لا نندي. ومن بين باب التناقض والذي أتى به جمال ولد عباس قال لهم نحن الأغلبية مثل الأغلبية، يعني في دولة ينتخب بين قوسين الشعب يفرز أغلبية والأغلبية لا تكون الحكومة، الأقلية اللي هي الأرندي هي التي تحكمها. حتى ندرك ويدرك الشعب الجزائري بأن خيار الشعب حتى ولو كانت هذه الانتخابات شرعية وغير مطعون فيها فإنها منافية لسيادة الشعب. إذا كان الشعب يفرز أغلبية ثم لا يطبق برنامجه ولا يحكم الرجال الذين اختارهم فلا معنى لهذه الانتخابات. هذا مشي شيء ثاني أن جمال ولد عباس عندما قام نظم هذا الاجتماع معنى ذلك أن هناك صراع سياسي في وسط السلطة، صراع سياسي. أنتم التقيتم بجناح آخر من أجنحة السلطة وتناسيتم أننا نحن جبهة التحرير ومعنا جناح الرئاسة وغيرنا لا زالت لنا كلمة، وإياكم أنتم الباترونا والنقابة أن تندفعوا أو أن تكونوا مع جناح ضد جناح، وخاصة وأننا قربنا من العهدة الخامسة ودخلنا في الانتخابات.
وكانت سبب كان سبب الـ 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 فقط الخوصصة كان فقط سبب. لذا قال حداد قال نحن نعرف الخطوط الحمراء، نحن نعرف الخطوط الحمراء. إذن ما قام به جمال ود عباس يبين بأن لا توجد سلطة في الجزائر، وأن السلطة دائما كانت تمارس خارج المؤسسات التي يحددها الدستور وخارج إرادة الشعب. طيب جمال بن يوبا، أعود إليك من جديد، ما رأيك في هذه اللقاءات التي تصب في إطار ما تسميه الحكومة بأنه إيجاد حلول وافية وكافية للاقتصاد الذي يعاني أمراضا شتى؟ نعم أستاذ، هذا يدل على شيء، يدل على هناك أزمة مؤسسات في الجزائر. وكيف ذلك أن نفسر يعني اللقاء الأخير يعني لثلاثية بعد أيام، ثم يكون هناك لقاء آخر بين رئيس حزب سياسي أو تاع جبهة التحرير الوطني بالفطرونة وكذلك الاتحاد، ونحن نعلم على أن الحكومة قررت بفتح رأس مال المؤسسات العمومية. والمشكل هنا يكمن في الغموض في سير الشأن العام، عدم وجود الشفافية. نقول كأن السلطة القائمة تسير مؤسسات خاصة وليست في سير المال العام وكذلك مستقبل الدولة. وما تفضل به الأستاذ الفاضل، نعم هناك أزمة يعني خانقة، أزمة عميقة، ولا سيما يجب أن نتفق على شيء، أن هناك صراع بين الأجنحة الموجودة في هذه السلطة، وهذا للتحضير للانتخابات الرئاسية في 2019. وخير دليل على ذلك عندما يخرج رئيس حزب السياسي ويقول نحن هم الدولة، نحن هو حزب السلطة. والآن بالنظر إلى من يمثل السلطة التنفيذية، يمثلها رئيس حزب سياسي آخر وليس حزب الذي يدعي بأنه هو يمثل الدولة. ونحن في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أكدنا بأن هذه السلطة القائمة هي التي تشكل الخطر على مستقبل البلد. شكرا لك أستاذ جمال بن يوب، شكرا جزيلا لك جمال بن يوب، القيادي في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. أعود إليك أستاذ علي بن واري، بعض الخبراء يعلقون على تصريحات أحمد ويحيى الأخيرة حول منع استيراد حوالي 1000 مادة من الخارج ربما سيسعف الاقتصاد، لكن هم قالوا هذا ضحك على الذقون، كلها هذه 1000 مادة لا تتجاوز مليار بالضبط، والمنع لهذه المواد سيؤدي إلى زيادة التهريب عبر المطارات، عبر الحدود، عبر الموانئ. كيف ترى هذه المسألة، مسألة منع المواد من الاستيراد وغيرها، تداعياتها وانعكاساتها؟ لا، هذا كله تلاعب، كل تلاعب، ما في ولا شيء يعني يمكن صدقه. نتيجة التسيير هي في الأرقام، وهذا السيد ويحيى مسير للبلد منذ 20 سنة أو أكثر، 25 سنة، وكل ما نعيشه نتيجة سياسته وسياسة بوتفليقة وما يشبه ذلك. فمثلا الأرقام، العجز المالي يعني مازال ما قدروش كيف يعني يقطيوه أو يلغيوه. فالحل الوحيد اللي اتجهوا ليه هو تخفيض العملة، سعر العملة. ورغم هذا العجز مازال في 2018 مقدر ب 2000 مليار دينار، كيف رايحين يغطيوه؟ وفي 2019 و2020 هما في الأرقام اللي قدموها بفضل نصائح صندوق النقد الدولي، فيبقى العجز مثل ما هو في 2018. يعني تبقى النفقات التشغيل على نفس المستوى تقريبا، نفقات المعادات على تقريبا نفس المستوى، يعني العجز يبقى هو، ولكن في نفس الوقت الأسعار رايحة ترتفع. نعم.
بدرجة اللي ما تقدرش الشعب ما يقدرش يتصورها. أنت رايح يصير تقشف كبير، يعني انخفاض كبير في القدرة الشرائية للشعب، ومن المستحيل اللي يكون فيه تنمية أو نشاط اقتصادي بهذه الأرقام. الأرقام هي تثبت على الفشل التام لهذا النظام. واليوم يحاولوا كيفاش يغطيوا هذه العيوب هذه كلها، وفي نفس الوقت يحاولوا كيف يزيدوا يمصوا، كيف يزيدوا ياكلوا، لأن هذه الخوصصة ما لازمش نشوفوها مثل ما يشوفها صندوق النقد الدولي. ربما نية صندوق النقد الدولي ربما يعني إيجابية، ولكن هذا الأوليغارشيين هذو اللي يعني احنا عارفوهم ما عندهم ولا اهتمام بالاقتصاد الوطني، اللي همهم هو البقية كيف مصالحهم يتولوا على بقية الشركات العمومية منها البنوك. ما لازم نساو باللي البنوك داخلة في البرنامج، وهذا الشراكة هذه البارتناريا بريفي بوبليك ما هو إلا حيلة أو وسيلة ليسمح لهذا الأوليغارشيين اللي خلاو البلاد وسرقوا البلاد يستعملوا الأموال الكثيرة تاعهم اللي سرقوها، يستعملوها لأخذ جزء كبير من البنوك المحلية، وكذا يصبحوا هما يعني يكونوا مسؤولين على القروض، يعني تكون مراقبة تامة للاقتصاد. طيب خليك معنا استاذ علي، خليك معنا استاذ علي سأعود إليك. استاذ حسين، مع هذا هنالك أصوات معارضة لحمدو يحيى وقالوا إن ما كانت نوعا ما تدور فلك السلطة يوما ما، على رأسها ولا شكيب خليل وزير الطاقة السابق المسؤول الأول سوناطراك يوما ما قال إن تصريحات وإجراءات أحمدو يحيى في الآونة الأخيرة ستزيد الجزائر غرقا، وكل هذه التعليمات وكل هذه ما سماه هو بالمخططات أو الخطط فاشلة. ولذا صديق شهاب من الأرندي تجمع الوطني الديمقراطي رد على شكيب خليل انتصارا لأمينه العام اللي هو أحمدو يحيى. أظن أن هذا الصراع يتجاوز كثيرا صراع بين شخصين، يعني بين شكيب خليل ويحيى أو بين نقد برنامجين. الصراع يعكس في نظري صراع في أجنحة السلطة. لماذا؟ يتجرأ صديق شهاب من الأرندي ويهاجم أقرب المقربين لرئيس الجمهورية وهو شكيب خليل. كل ما قام به بوتفليقة من أجل إنقاذ شكيب خليل وتبييض صورة شكيب خليل وإخراج شكيب خليل من المأزق، مأزق العدالة ومأزق ما وقع فيه، يأتي أحد رجالات السلطة وهو شهاب ويتهم شكيب خليل كأنه عميل. لأن لما نأخذ النص الفرنسي نقول بأنه رمى بمؤسسات الدولة في أطراف بين أطراف أجنبية. هذه خيانة. هذا الكلام اللي قال نعم العمالة والخيانة، هذا الكلام الذي قيل عن شكيب خليل في 2010 أعاده شهاب بطريقة أخرى، وهو الكلام الذي كان لفقه الدياراس لشكيب خليل. وهذا ليس دفاعا عن شكيب خليل، وإنما خطاب الدياراس يعيد نفسه. فبالتالي إذا كان أحد أجنحة النظام أو أحد الرجالات يكيل هذا الاتهام لشكيب خليل، فإنه بالضرورة يضرب في رئاسة الجمهورية. لماذا؟ أو في رئيس الجمهورية. هذه تدخل في حرب، بالنسبة لي حرب العهدة الخامسة، وشكيب ويحيى ينتميان للجناح الذي لا يريد عهدة خامسة لرئيس الجمهورية، وهذا قلته على قنوات أخرى لسبب بسيط، لأنك عندما تضعف أحد رجالات رئيس الجمهورية فإنك تريد ضربة من يقف وراءه. شيء آخر، ممكن شكيب خليل، وهذا ممكن جدا أن يكون شكيب خليل في سنة 2018 أو قبل انتخابات الرئاسية في 2019 دور فاعل في الساحة السياسية. لذا في اعتقادي أن ضرب شكيب خليل بهذه الطريقة يدخل في هذا الإطار، وهو تحييد هذا الرجل، محاولة إضعاف هذا الجناح، خاصة وأن يحيى قبل أشهر قد دافع دفاعا مستميتا عن شكيب خليل وقال بأنه ظلم وأنا كثير. ونحن نعرف أن هذا يحيى هو رجل المظالم الذي رمى بآلاف من الإطارات الجزائرية في السجن ظلما وعدوانا، والذي
قام بتكسير عدة مئات من المؤسسات. يعني أظن أن هذا الصراع لابد أن يقرأ في هذا الإطار، خاصة وأن قضية العهدة الخامسة قد بدأت تقرأ طبوله. لا واضحة هي معدول، لكن عندما يجيك واحد واسمه سعيد بوحجة رئيس البرلمان، صحيح، وهو رجل لا غير معروف عنه ثرثرة سياسية، الرجل الثالث، نعم غير معروف عنه الثرثرة السياسية، ويقول في مؤخرا في الجلفة حسب ما نقلته قناة البلاد، يقول عندما زار زاوية من زاوية الجلفة يقول بأن العهدة، نحن نطالب بعهدة خامسة. طبعا للتذكير فقط، السيد بوحجة ينتمي إلى زاوية من زوايا في سكيكدا، يعني هو ينتمي إلى نفس الـ طيب سنعود للعهدة الخامسة أستاذ بحسين، سنعود للعهدة الخامسة، ولكن لابد أن نتحدث بعمق أيضا عن المشهد الاقتصادي ثم نعود للعهدة الخامسة. شكرا لك أستاذ حسين. انضم لنا الآن للنقاش الدكتور أحمد شريفي البرلماني والخبير الاقتصادي من الجزائر. أستاذ أحمد شريفي، ما رأيك في هذه الخطط التي ينتهجها الآن أحمد يحيى لما وصفه بإنقاذ الاقتصاد؟ هو قال أن الموس وصل الأعظم، لابد من أي حلول لإخراج البلاد من هذا المأزق. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا سلام. شكرا، مرحبا بكم، أحييكم وأحيي جميع المشاهدي قناة المغاربية. شكرا، تفضل أخي عثمان. الجزائر هذه الأيام منذ سنة 2015 وهي تعيش طبعا ظروف اقتصادية صعبة. نعم. نتيجة ارتباط الاقتصاد الجزائري بعامل واحد اللي هو اعتماد على المحروقات وعدم تنويعها هي الاقتصاد الوطني. وبالتالي نجد بأنها الآن لجأت إلى ما يسمى بالتمويل غير التقليدي. ابتداء يعني ببعض البلدان القوية التي لها اقتصاد متنوع وقوي جدا، إلا أنها لجأت إلى هذا النوع من التمويل. الطاقة التمويلية للمكلفين معتمدة على الضرائب العادية استنفذت، وبالتالي لم يعد بمقدورها المساهمة أكثر في تمويل الخزينة العمومية نظرا للإعفاءات الكبيرة جدا الممنوحة للقطاع الاقتصادي ورجال المال والأعمال. لكن نجد في هذه الأيام هناك تردد وتراجع عن هذا الخيار. وكنت أسمع زميل الذي هو معك في أفلاطو يتكلم عن أن هناك صراع وأن هناك يعني خلاف في وجهة النظر بين يعني بعض الشخصيات التي تولت يعني مناصب، يعني سواء كان وزير الطاقة السابق أو الوزير الأول الحالي، حول هذا الخيار الجديد. وفي هذه الأيام أيضا سمعنا بأن هناك لجوء إلى عملية استبدال العملة والتراجع نوعا ما خيار التمويل غير التقليدي نظرا لتحسن أسعار النفط. طبعا في أيضا نجد بأن قوانين المالية من 2015-2016-2017 وأيضا هذا القانون الجديد كلها أضعفت القدرة الشرائية للمواطنين. ويعني أيضا نجد بأنها الجزائر لديها كثير من الإمكانيات المالية، لكن هناك يعني التقارير التي يصدرها مجلس المحاسبة يبين بأن هناك ثغرات كبيرة في ميزانية الدولة. من الثغرات نجد بأن عملية إعادة التقييم للمشاريع المختلفة، ضعف كبير جدا في عملية الإنجاز للمشاريع، عدم الالتزام بالقواعد التقنية والقانونية لتنفيذ الميزانية، وبالتالي أصبح التركيز في كل هذه القوانين هو كيفية جمع الموارد وتوزيعها على مختلف القطاعات دون أن يكون هناك يعني حساب للنتائج، أن يكون هناك اعتبار للآجال، أن يكون هناك أيضا اعتبار للأداء. وبالتالي نجد بأنه يعني الموارد تجمع ثم يتم توزيعها دون أن تكون يعني لها نتائج إيجابية سواء على
ميزانية الدولة أو ميزانية المدفوعات أو مختلف طبعا المؤشرات الاقتصاد الكلي. واضح جدا أستاذ أحمد شريفي، شكرا جزيلا لك البرلماني والخبير الاقتصادي. أعود لك أستاذ علي بن واري حتى يفهم معنا المشاهد. أستاذ علي بن واري، هل أنت ضد الخوصصة إطلاقا أم أنه عملية الشفافية هي اللي مش واضحة؟ لمن ستعطى هذه المؤسسات العمومية؟ مثل ما يتساءل الشارع اليوم، طيب نحن مع الخوصصة، نحن نؤكد أيضا أن المؤسسات العمومية تسييرها سيء للغاية ولابد من إعادة هيكلتها، لابد من تسيير حسن وميلة، ولكن ماذا عن مستقبلها؟ لمن ستعطى هذه المؤسسات العمومية؟ ربما هذا هو السؤال الذي يحيرك أنت أيضا أستاذ علي بن واري. ماذا تحكي على المستقبل؟ أنا ماذا بي أن ذكرك أنه عملية تطهير المالي للمؤسسات أنا جديتها في سنة 91. في سنة 91 ما حبيناش ندخل في خوصصة الشركات العمومية، بل حبينا نعمل ربط ما بين الدعم، يعني ندعم الشركات هذه، ولكن نعمل نعطيها كي دي شارج، يعني دي زوبجيكتيف حتى وإمكانيات، يعني اللي تسمح للشركات هذه تبدأ تنتج وتشغل بأساليب أخرى. ولكن قبل أكثر من 25 سنة بعد ما بدينا هذه عملية تطهير المال للمؤسسات، الشركات العمومية على الأقل اللي ما صفتش ما زالت تتخبط في نفس المشاكل. فسؤال المستقبل أو طبيعة هذه الشركات ما زالت مطروحة. أنا من هؤلاء الذين يعني أيد الخوصصة، ولكن بأشكال وبأساليب يعني واضحة في شفافية تامة وتحت رقابة نظام ديمقراطي اللي يكون مسير من طرف ممثلين الشعب. فاحنا بعاد من هذا الدرس. فهذه الخوصصة ماهيش في ذاتها سلبية، لكن شروطها هي اللي المشكل المطروح، الأمر المطروح. يعني إذا دخلنا في عملية خوصصة الشركة العمومية بدون مراقبة راح تصير كارثة كبيرة مثل ما عشناه في التسعينات في عهد أبو يحيى وعهد الصندوق النقد الدولي، لما صفات أكثر من 1000 شركة عمومية بدون نتيجة، ما عدا 600,000 عامل اللي طردوا من مناصبهم، والقدرة الشرائية اللي نزلت، الطبقة الوسطى اللي راحت ضاعت، وهذا كله نتيجة هذه الكارثة هي الأزمة أو الحرب الأهلية اللي دخلنا فيها. طيب. فهذا إذا باش نجاوبك بصفة واضحة، نعم الخوصصة يمكن يكون حل، ولكن شروطها لازم تكون واضحة. نعم. وفي شفافية تامة، مثل هذا الشراكة ما بين الخواص والدولة، بارتنريا بوبليك بريفي اللي جابوه لنا يعني كحل، يعني حبوا يرندفوا الشعب بأسلوب جديد. هذا إذا ما كانت رقابة على البروفيسوس تاع هذا الشراكة، رايحة تصير فيه شركات اللي تروح تتصفى، والشركات اللي فيها فايدة راح يخشوا فيها هذا الغرشيين، هذا الخواص، ويدخلوا بها بأقل ثمن، كأنهم اشتروها بلاش. نعم. وقبل ما يشتروها أنا نحديهم إذا كان تذكر بدينا الرمز بدون ما يطهروا هذه الشركات ويقدموها للناس، هذا الخواص بعد ما تكون الديون تاعها كاملة اشترات من طرف الخزينة، خزينة الدولة. يعني يعطيوا لهم شركات صافية وعندها سوق وعندها أجهزة وعندها عقار وعندها بنايات إلى آخره، ويعطيوها لهم بأقل ثمن. نعم. يعني قال ما بعناهاش، قال شركوا فيها، يعني مديناها للشركة. هذه هي الكارثة اللي راهي جاية. طيب خليك معنا سادة. حاطينها. نعم. واضح جدا أستاذ علي، واضح جدا أستاذ علي. خليك معنا
أسألك سؤالاً أخيراً حول ما يروج الآن عن العهدة الخامسة. العهدة الخامسة مشاهدينا الكرام هو المحور الأخير في برنامجنا اليوم، ولكن قبل أن نعود لنقاشه نشاهد التقرير التالي ثم نعود. تتعالى أصوات المستفيدين من العهدات المستمرة للنظام للمطالبة بترسيمه نظاماً واحداً برئيس واحد دائم، وتنافس المتنافسون في التقرب من صاحب العهدة الرابعة الصامتة، وتطرفوا في التبرك بعهداته وبرنامجه، حتى أن منهم من راح يعدد مناقبه ويقول أن الجزائريين كانوا يأكلون الحشيش قبل مجيء بوتفليقة للحكم. شوف البارح كنا نجروا بالبلدية البلدية ونطالبوا في المجتمع للمصالحة ونطالبوا المستقبل تاعنا باش يكون ظاهر وناكلوا الحشيش. اليوم كيصبحنا في الاستقرار وصبحنا في مستقبل ظاهر والمؤسسة اليوم الحمد لله واقفة على الجزائر، نقول والله خلاص بوتفليقة هذا. هذه الأصوات التي لم تفكر بجد في مستقبل الأجيال ورهنته بخيارات تصبو لتحقيق مآرب شخصية آنية بعيدة عن طموحات الجزائريين لتحقيق القفزة التنموية الجديرة ببلد في غنى الجزائر واتساعها. بل ومنهم من أشار إلى أنه وهو ميت في قبره سيعود وينتخب على بوتفليقة ليكون أول رئيس منتخب من العائدين من الموت. خلي يقول بلي احنا يعني مستعملين يستعملونا أنا بوتفليقة نكون في القبر ونصوت عليه. عهدة خامسة يطالب بها أيضاً الذين استهلكوا العهدات في الوصول إلى الاغتناء بأموال الشعب وهم يزعمون أنهم يمثلون الشعب. وإذا كان أمر العهدة الخامسة بالنسبة للبرلماني بهاء الدين طليبة يمثل اكتمال العهدات مثل اكتمال أركان الإسلام الخمسة، فإن الأمر يختلف بالنسبة لعبد المالك سلال الذي أكد أن الرئيس بوتفليقة متزوج بالجزائر، ولا بد أن يعلم طليبة بأن ذات الشرع الذي يتحدث عنه لا يسمح له بزواج خامس ويكتفي بأربعة فقط. والغريب أن نهاية هؤلاء المتطفلين على السياسة المتطرفين في التزلف والمحاباة سرعان ما يتم الاستغناء عن مواهبهم وبعدها يتم استبدالهم، مثل ما تشير الأخبار إلى أن الوزير الأول الحالي أحمد يحيى سيغادر قصر الحكومة قريبا ليترك مهامه لغيره ويستمر في أداء مهام تزلفية أخرى. طيب بعود لك سيد حسين، ما رأيك بدأت طبول العهدة الخامسة تقرع قبل أوانها، تنافس محموم من جبهة التحرير الوطني من أحزاب مجارية أيضا من بعض البرلمانيين أيضا حول أن الرئيس لم يكتمل برنامجه بعد ولا بد له من عهدة خامسة مثل الأركان الخمس لهذه الدرجة. يا سي عثمان، في 2015 وعلى عدة مرات على قناة فرنسا 24 بالتحديد قلت عدة مرات أن بوتفليقة وجد ليموت رئيسا، بوتفليقة سيذهب بمفاتيح المرادية إلى مقبرة العالية. هذه قلتها وأعيدها، لا يمكن لشقيق الرئيس أن يتصور أخاه خارج قصر المرادية، محال هذا مهما حدث، إلا إذا كان راح يحدث انقلاب من وسط الجيش وهذا مستبعد، وخاصة وأن الجيش إلى اليوم يقف مع رئيس الجمهورية. مثل العهدة الرابعة ستكون عهدة خامسة، إذن العهدة الخامسة كانت يعني مقضي فيها. هذه الطبول سبقتها تصريحات من قبل، حتى ولد عباس كان قال من قبل أن نؤيد عهدة خامسة وكذا. لماذا يا سي عثمان؟ التسويق لمعلّة، لا يوجد في الشارع أي حراك، لا يوجد من هو ضد العهدة الخامسة ما عدا فلول دياليس والمناوئين لبوتفليقة الذين لم يحظوا بما حظوا به الآخرون. هؤلاء يلملمون أنفسهم ويحاولون صنع جناح. يبدو أن يحيى كما قلته أيضا، قلت هذا على فرنسا 24، قلت أن تصريحات يحيى وأعماله ليس لها أي مبرر إلا زيادة التوتر في المجتمع. يعملون لمنع بوتفليقة من عهدة خامسة. العهدة الرابعة بيعت للعالم وخاصة لفرنسا والدول الأوروبية أن بوتفليقة هو الضمان الوحيد لاستقرار الجزائر، وبالتالي نفس الشيء الآن ازدادت الأمور سوءا في المنطقة، التوترات، الإرهاب على الحدود الجزائرية، الجزائر تعيش غليانا
عسكريا وإرهابيا كبير، هناك يعني سبب وجيه ثان لكي تسوق عهدة بوتفليقة. لماذا؟ لأن الأوروبيين والعالم الآخر ما دام الشعب الجزائري لم يتحرك في الشارع سلميا ويطالب بوقف هذه المهزلة، بوضع حد لهذه العهدة الخامسة، فلن يكون هناك أي حراك. إذن سنتكلم عن أيضا عن يحيى الذي الكثير يقولون بأنه يمكن أن يكون رئيسا ويمكن أن يتقدم، ممكن مع هذا النظام كل شيء، ولكن أنا أستبعد أن يكون أن تعطى مفاتيح المرادية ليحيى. لماذا؟ لأن يحيى لا يؤتمن، فما بالك إذا أعطي له كرسي الرئاسة بهذه الصلاحية اللي هي صلاحية ملك في هذا الدستور، فإن يحيى لا يؤتمن لا من الجيش ولا من غير الجيش. ولنذكر أن لم يأتي يحيى يوما إلى الحكم وعاشت الجزائر فترة من الهدوء أو من كلما جاء كلما كان طبول التوتر السوداوية الاقتصاد. هذا الرجل لا يمكن إذن غدا أن يكون في سدة الحكم، لأنه سيخلق توتر في هذه البلاد، والجزائر يحتاجها الكل في الخارج وفي الداخل أن تكون مستقرة. ولا لذا أرجح أنه لن يكون في سدة الحكم. طيب نأخذ رأيك أستاذ أحمد شريفي، ما رأيك؟ هناك من يقول أن عهد بوتفليقة ضمان لاستقرار البلد وأمنه وسلامه، وبالإضافة إلى ذلك طرف آخر، هذا رأي، والرأي الآخر يقول هذا استفزاز لأنه الرئيس مريض وعاجل دامها مدة سورية، كيف يمكن تمديد عهدته؟ ما رأيك أنت أستاذ أحمد شريفي؟ والله الآن يعني العهدة الخامسة في الجزائر أصبحت مسلم بها، وبالتالي لأن جميع الأطراف المتنافسة التي يمكن أن تكون بديل التي يمكن أن تكون بديل هي كلها ملتفة حول الرئيس، ولا يمكن أن تنافسه في مثل هذه الظروف. قضية الاستقرار بالنسبة للجزائر ساهمت فيها كل الأطياف وكل القوى الوطنية من كل التيارات المختلفة، لأن استقرار الجزائر يهم الجميع، والجزائر يعني استقرارها في مؤسساتها. طبعا هؤلاء الذين يتكلمون بأن ضمانة الاستقرار في الجزائر مرتبطة يعني بجهة معينة، لا يهمهم إلا في هذه الظروف إلا مصالحهم، وبالتالي ضمانة الاستقرار هي ضمانة هؤلاء الأشخاص الملتفين حول الرئيس. لكن نحن نعيش في الجزائر ونرى يعني درجة الاختلاف والتنافس بين هذه التيارات المختلفة، وما وقع في هذه الأيام من إبرام ثلاثيتين من أجل يعني كما كان يتكلم الزميل حول الاستيلاء على مقدرات الأمة وعلى مقدرات الجزائر. طبعا هذا هو الهدف الرئيسي، ولا يهم يعني من يكون، إذا بقي الرئيس فالرئيس هو باقي لعهدة خامسة، هذا شيء يعني أصبح مسلم به. واضح واضح يا أستاذ أحمد شريفي، سمحني لذق الوقت. الدكتور أحمد شريفي البرلماني والخبير الاقتصادي، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. عودة لك الوزير السابق علي بنواري، ما رأيك في هذه العهدة الخامسة التي بدأ يسوق لها من الآن، رغم ما تعرفه من ظروف صعبة تمر بها البلاد، وأن الرئيس مريض فعلا وعاجز عن أداء مهمته السورية، وهناك من ركز على تلك الصورة يوم الانتخاب أن الرئيس عاجز حتى رمي ورقة في داخل الصندوق، فكيف تطلبون من الرجل أن يمدد عهدته إلى عهدة خامسة وهو الآن يبلغ من العمر سنين طويلة؟ نعم، أنا الموقف متاعي معروف منذ نهاية 2013 لما بيت الحملة الانتخابية للرئاسيات 2014، فكنت دائما أقول أننا إذا ضيعنا فرصة 2014 راح ندخل في أزمة كبيرة لتدينا إلى انفجار البلد. يعني آخر فرصة هي كانت 2014، واليوم شايفينها يعني بعد تقريب 4 سنوات من الانتخابات نشوف الأزمة يعني زادت تراكم بالأرقام، وكل الإصلاحات اللي كنا لازم نقوم بها يعني مؤجلة من سنة إلى سنة. مثلا نعطيكم بعض الأرقام بسيطة،
اللي هي مشتقة من ميزانية 2018، واللي ما هي إلا نفس تعبر على نفس الحالة اللي عشناها منذ 20 سنة. يعني هذا يعني أنه نظام بوتفليقة مش ضمان استقرار البلاد، لكن ضمان تخريب البلاد. الهياكل هي هياكل، عفوا الإصلاحات هي لازم طبعها هيكلي، يعني إصلاحات هيكلية لا علاقة يعني بصفة يعني ربما نشوفها نتيجة التسيير السياسي للبلد، لكن هي نفس الصورة لي دو بيس دون ميم موني دون ميم ميداي. شوف مثلا ميزانية الدولة وبالأخص نفقات التشغيل بودجي فونكسيونمون، ومنا تعرفوا يعني أن منين جاء الفشل، يعني أهمية الفشل وكيف ما زلنا ورايحين لأزمة أكبر. شوف مثلا 16 وزارة ميزانيتها أقل من ميزانية الأمن، وزارة الدفاع، ميزانية الدفاع، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، يعني نجمعهم الاثنين كميزانية الأمن أكثر من 30%. وهذا الرقم، هذا 30% ما يعني؟ يعني ميزانية 16 وزارة من أكبر وزارات الثقافة نسميها أقل من 1%، التكوين المهني أقل من 1%، العدالة تقريب 1%، الصناعة يعني 4 مليار مقابل 1500 مليار دينار اللي مخصصة للأمن. سعلي بن وري معلومات، سعلي بن وري معلومات، معلومات مهمة جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للمشاهد، لكن الذي اقترح هو أن نجمع هذه المعلومات كلها في لقاء خاص للحديث عن الجزائر في العام الجديد 2018، عن الأزمة المالية، عن طبع هذه النقود، كل هذا إن شاء الله نرتب له لقاء خاص قريبا جدا لنستفيد جميعا منك أستاذ علي بن وري وزير الخزانة السابق، شكرا جزيلا لك. عودك أستاذ حسين، الآن نأتي إلى السيناريوهات المرتقبة أمام هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد. إلى أين الجزائر تتجه أمام هذه الأزمة المالية الخانقة، أمام عجز الرئيس ومرضه، وهذه السياسات وبعض ما يصدر عن السياسيين، بعض السياسيين على كل حال بين قوسين الذين يريدون إطالة عهدات الرئيس، الجزائر إلى أين؟ والله أنا يعني قلتها مرارا على قناتكم، لابد أن نكون يعني واقعيين. عندهم هامش من التحرك، عندهم ما زالت لهم 97 مليار دولار، معنى ذلك ممكن إلى 2020 إذا بقيت الأسعار منخفضة، أما إذا تصلعت فلهم الحظ حتى 2020. نعم، حتى 2020 يمكنهم أن يعني يحكموا بأريحية وبدون ضغط من المجتمع. بعد ما تمر العهد الخامسة، بعد ما تمر العهد الخامسة راح يكون هناك ضغوط في المجتمع، وهذا مرتبط بالبترول. وبالتالي السيناريوهات المفتوحة، أولا يمكن أن يخرج الشعب في غضبة في الشارع، فالحل الوحيد مثل 2011، خليه الشعب يكسر وخليه يهدم مؤسسات، يخرج ما في جوفه، ما يعني نسخة من حوادث أكتوبر، خلاص وانتهى الأمر، نسخة من حوادث أكتوبر، نعم من حوادث 2011، وخليوا الناس ترجع لديارها وانتهى الأمر، وسيكون لهم سنوات أمامهم للاستمرار في الحكم. شيء ثاني هو أن تتحول هذه هذا الحراك الذي يمكن أن يحدث، للأسف الذي هل هناك من يؤطر هذا الحراك لينادي بتغيير سلمي جذري حقيقي لهذا النظام؟ للأسف غير موجود. شيء ثالث، سيناريو ثالث، ألا يحدث شيء. ما دام سيحافظون على الخبزة وعلى كيس الحليب وعلى بعض المواد الأساسية، عدم شعور بالمسؤولية، نعم، فقط عندما
إذا تغيرت الأمور وانفجرت الأسعار والتهبت أسعار هذه المواد، هنا يمكن أن يكون خطر. ولكن هم سيفعلون كل ما في وسعهم حتى لا تشتعل أو تلتهب أسعار هذه المواد الأساسية. أنا لا أرى أن هناك سيناريو آخر. هناك من يتمنى أن يكون سيناريو من وسط الجيش. أنا ضد الانقلابات وضد أن يكون الجيش في الحكم، وأنا هنا أطالب بخروج الجيش بتاتا من الحكم لأنه سبب المآسي التي نعيشها. فلا أقبل بتاتا كشخص أن أقبل أي تغيير من الجيش، لأنه لا يمكن أن يحدث تغيير لا من الجيش ولا بالجيش. هذا وهم. هؤلاء يريدون الوصول إلى السلطة فقط عن طريق الجيش، وسيكونون في وسط هذا الجيش، لعبة في وسط الجيش، ونعيد ونبقى في ونستمر في هذا الحكم الذي ليس له أي شرعية ليستمر في الوجود. بارك الله فيك أستاذ حسين، شكرا جزيلا لك أستاذ حسين جيدل المختص في الأنثروبولوجيا والمحلل السياسي، وشكرا موصول لباقي ضيوفنا الكرام الذين شرفونا بإثراء النقاش حول مواضيع الأسبوع وحول قواضيع الأسبوع في الساحة السياسية بالجزائر، على رأسهم من الأستاذ جمال بنيوب بالقيادة في التجمع للثقافة والديمقراطية، الوزير السابق الأستاذ علي بن واري، وزير الخزانة أو المالية السابق البرلماني أحمد شريفي والخبير الاقتصادي كان معنا بدوره من الجزائر، وغاب عنا في آخر لحظة الدكتور محمد بقات بركاني وهو رئيس عمادة الأطباء الجزائريين. كنا نود أن يتحدث معنا عن المحور الأول حول الأطباء، سنعطيه فرصة في المقبل من الحصص بإذن الله. شكرا جزيلا لكم أنتم سيدنا الكرام على كرم المشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.